فإن شاء الله تعجبكم التوقعات وتنطبق على أكبر عدد ممكن. ممكن القراءة تطلع عكسية، فكل واحد بشوف ظروفه ويظبط التوقعات على عليه وعلى الأطراف الأخرى أو الطرف الآخر. برج الثور حبيبي، عم تطلع من عزلة، عم تطلع من موقف انت مش حابه، لكن كنت عم تفكر فيه وكان مأرقك لمدة طويلة هذا الحدث، لكن الحمد لله رح نطلع منه. والأشياء اللي يعني في موضوع كان كتير مزعجنا وكتير كنا عم نخطط وكذا وهذا، وكان في خيبة أمل في الموضوع اللي كنا عم نستناه، الآن عم نطلع من هاي الطاقة، وهذا إشي كتير حلو. بالمجمل أوراق حلوة عم تظهر فيها، أبراج ترابية أكتر إشي بتبين عندك. برجك أنت الثور كمان عم بيبين، يمكن يكون الطرف الآخر أو الأطراف اللي عم بتتعامل معاها الأشخاص يمكن يكونوا برج ترابي أكتر إشي، ناري مائي، بس الترابي عم يطغى. عم تطلع كل الأبراج، بس أكتر إشي هم الناريين عم يلعبوا دور في هاي الفترة. خلينا نشوف شو هذا الدور أو شو مستنينا. بالنسبة حبيبي للعمل، العمل والدراسة رح نحكي عليهم أول شيء، وإذا كان في شيء عاطفي ممكن نلقطه ونحكي عنه. هلأ عم بشوف الرجل والمرأة من برج الثور، عم تطلع من طاقة لطاقة. إذا كانت طاقتك سلبية فعم بتحاول تطلع منها وعم تنجح في هذا الموضوع، وعم بيساعدك طرف آخر أو هو السبب أساسا في إنك تطلع من هاي الطاقة. عم بشوفك رزين حكيم في أحكامك بالفترة الأخيرة، أو حتى أكثر من سنة كنت أنت صحيح عندك مبادئ وشغلات ومتشبث فيها، ومن الأشخاص برج الثور حتى بالعموم بيحبوا الاستقرار، بيحبوا الاستقرار في كل شيء، لكن أخذت قرارات كان فيها شوية تهور، لكن في الفترة الجاي حتى شهر 7 واللي بعده رح تكون كتير قرارات حلوة ولصالحك. عم بتغلب المنطق على العاطفة فيها. كان في عندك اللي هي خيبة أمل من شخص ممكن يكون ترابي أو مائي، لكن عم تتصلح الأمور وعم تتكشف لك شغلات، بوادر أو بشائر ممكن تكون خبريات هيك عم تيجي ورا بعض. البعض منكم ممكن ينطبق عليه هذا الموضوع والبعض لا. عم بشوف شخص كمان عم بيحاول يتحكم فيك، أو عم بيشوفك أقل منه، عم بتعامل معاك بشوية اللي هي تحكم. ومبين في هذا الكرت يمكن يكون في حسد عندك، طاقة حسد. في حد عم يراقب أيضا، لكن عم بشوفك على أرض ثابتة، أو أنت صممت هاي القاعدة أو اشتغلت عليها لحتى تكون كثير أمورك مستقرة. كنت عم تدور على الاستقرار وعم تحصل عليه بالفترة هاي، فبتمنى يعني شغلة حلوة كتير. للعزاب عم بشوف شخص ممكن تكون برجه مائي، ممكن يكون حوت. عم بفكر فيك يعني له فترة،
لكن انت حديثا عم تفكر فيه، لكن هو له فترة طويلة عم بيشوف حركاتك، عم كان شاكك انه انت على علاقة، ف عم بتقدم خطوة ناحيتك، لكن هاي الخطوة عم يتخذها بحذر، عم يدرس الأمور. هو مش شخص عاطفي 100%، عم بفكر بالعقل أكثر من العاطفة، عشان هيك يعني رح أو طول هو في اتخاذ هاي الخطوة، لكن هو على أتم استعداد في شهر تموز إنه ممكن ياخذ هاي الخطوة ناحيتك. عم بشوف طاقة اللي هي هوائية، ممكن أو أنت ناوي على شغلة، في عوائق معينة صنعوها ممكن اللي حولك أو أنت صنعتها بذاتك، الجو ما كان كتير ملائم لاتخاذ هاي الخطوة. ممكن تكون شراء ممتلك معين، سيارة أكتر شيء ممكن يكون، كمان هذا الكارت يعني بيعبر عن سفر، اللي هي ممكن يكون في فرصة كبيرة للسفر، لكن مش أنت يعني، إما الشريك أو حدا من العائلة عم بيسافر أول شيء بعدين أنت بتلحقه. في مسافة أنت عم تقطعها أو الطرف الثاني عم يقطعها، أو في يمكن مسافة كبيرة كمان بينك وبين الشخص الآخر، شخص بتحبه أو صديق ممكن يكون في مسافة بيناتكم، لكن هاي المسافة عم تتقلص، وكأنه إذا كان معنويا راح يكون في رجوع للماضي، رجوع لعلاقة، وممكن نفسره على إنه أنت راح تكون مستعد لاتخاذ يعني أي قرار في شهر 7. أحيانا عم بتفكر في التهور أو إنك تطلع بسرعة من كل الجو اللي أنت فيه، فأنا شوي يعني بحذرك إنه لا تروى شوي في شهر 7، راح لأنه راح تكون عندك طاقة انفعال أو طاقة اللي هي بدي بسرعة الأشياء تتغير، بدي أسافر، بدي أغير، وهذا التغيير لصالحك، وعم بيكون في احتمال كبير في شهر تموز إنك تغير كتير من الأمور. عم بشوف في حلم عم بتجسد، ولكن في شوائب يعني كانت خلال الفترة الماضية، غيوم حوالين هذا الشخص أو الحلم، ولكن في طريقه للتحقق إن شاء الله. عم بشوفك بتعطي من فلوسك لحدا، إما عم تدين حدا أو عم تعطي، وعم بشوف كمان برج الميزان في الأوراق، عم بتحاول تحقق العدل من بعد ظلم تعرضت له بفترة الماضية، ولكن اتعاملت معه بطريقة خلينا نحكي حكيمة، وكان قرارك فيه صحيح 100%. عم تاخد وتعطي مع أطراف ما كنت على وفاق معاهم، يتهيأ لي في العمل، بالعمل عم يستنوك حبيبي على غلطة، فدير بالك، اشتغل شغلك 100% وما تعتمد كتير على الحظ، مع انه الحظ موجود لكن مش في كل المجالات. عم تتذكر شيء قديم، متشبث بشيء قديم، فكرة قديمة ما عم تقدر تطلع منها خلال الفترة الماضية، لكن الفترة الجاي عم تنجح في هذا الاشي وتطلع من الطاقة القديمة اللي انت كنت فيها. عم تترك شيء، عم تترك شغلة او شخص كان بيشكل لك أهمية كبيرة في حياتك، واللي هو يعني ما كنت شايف إلا هاي الشغلة أو هذا الأمر أو حتى شخص، ولكن عم تطلع بكل أريحية في شهر 7 يوليو. خلينا نشوف مثلا الدراسة،
على الأكثر لأنه في ناس طلبوا هذا الإشي. عم بشوفك شوي مكسل بالدراسة، نهاية سعيدة في الدراسة، لكن من بعد جهد عم تبذله. كنت في الأشهر الماضية كتير مأخر إنك تبلش تدرس أو تبلش تركز في دراستك، لكن عم بتكون في فترة شهر 7 وأكنه انفتحت نفسك على الدراسة، وهذا الإشي يعني عم تاخد منه كتير نتائج حلوة. في أشخاص أكتر من شخصين عم بيراقبوك، عم انت اعلى منهم، انت بمرتبة اعلى منهم، هم نفسهم يوصلوا لهاي المرتبة او نفسهم يوصلوا لك يعني، فمش قادرين مش قادرين انه يوصلوا لك، وكأنك انت حاطط حواجز او شغلة بينك وبينهم. انا بحكي لك هدول الشخصين ابدا مش ناويين على خير، هاي من الأشياء السلبية اللي ظهرت، لكن في مسافة بينك وبينهم اللي هو يعني مش متأثر في الموضوع، وانت في مرحلة متقدمة وهم لا زالوا يحكوا في أمور بعيدة اللي هي قديمة كتير وعم بلتوا وبعجنوا، لكن انت ولا على بالك بالفترة الجاي. بالفترة الماضية كنت كتير مأرقينك هدول الشخصين أو الأشخاص، لكن بالفترة الجاي راح تكون كتير قادر على النسيان وإنك تفتح صفحة جديدة خالية من هدول الأشخاص، وعم تنجح وعم يسبب هذا الإشي غيرة من طرف هدول الأشخاص. عم بشوف في إيدك شغلة كانت عبارة عن وهم أو يعني رزقة عم تجيك، كان بالنسبة إلك عم بتفكرها صعب كتير بالحصول عليها، لكن عم بتلاقي نتيجة. ممكن يكون كمان تقدم في العمل، في العمل بالفترة الأخيرة عم بتشوفك شخص جديد، في تعاملك مع الآخرين كلهم عم بيتطلعوا عليك انه هل هذا نفس الشخص اللي كنا نتعامل معاه، لا هذا شخص تاني. عم يتغير جلدك في هاي الفترة. بالنهاية آخر ورقة طلعت معاي اللي هي أحدث فترة، ممكن تكون آخر شهر أيلول، عم توصل لتوازن كتير حلو في العمل والدراسة، وعم تجني ثمار. عم في شغلات سابقة انت عملتها في القديم كنت فاكر انه خلص انا ما يعني راحت علي وما حاخد النتيجة الحلوة اللي من بعدها، لكن عم بشوفك يعني حاصل على هذا الاشي اللي في بالك. عم بشوف في شخص مندفع تجاهك، لكن انت شوي متأني في الموضوع، شوي عم بتفكر بطريقة اللي هي بطيئة في الموضوع. بحكي لك انه استعجل لانه الفرص ما بتيجي دايما مثل هذا الشهر او بهاي الفترة. خلينا نشوف العلاقات العاطفية. العلاقات العاطفية إذن أول شيء للعزاب، بعدين المرتبطين اللي هم على يعني على علاقة حاليا مش منفصلين، والأزواج كمان. حاول نغطي الثلاث بالبداية بعدين بنروح للمنفصلين. حاسة حالي ما خلطتهم منيح. حبيبي برج الثور، عم بشوف نفس الشهر الماضي في احتفالية أو بتجهز حالك لاحتفالية معينة، عم بيكون هذا الاحتفال من أجلك أنت.
يعني ممكن يكون للعزاب زواج، وكأنه هذا الزواج عم يكون منطقي أكثر من هو عاطفي، ممكن يكون زواج تقليدي، أو الشخص اللي معانا عم بيغلب المنطق على العاطفة، عم يدرس الموضوع منطقيا بحت أول شيء قبل شعوره ناحيتك وقبل قلبه، وعم بشوفه يعني عم بحلم فيك وكأنه أنت شغلة كتير أعلى منه أو أحلى منه بحياتك بالمجال اللي أنت فيه، وكأنه عم بده يتخذ هاي الخطوة لكن خايف شوي من الأجواء اللي أنت فيها، وكأنه في اختلاف بينك وبينه، في إما الطباع أو مش عارفة، في اختلاف معين، يمكن يكون في العمر، ممكن يكون شخص أصغر منك. هذا الشخص بيميل بشرته للبياض أكثر، للشقار أكثر، أو ممكن عيونه ملونة تكون. شايفه على هيك على حصان، وعم وكأنه فارس أحلامك، فيه شغلات كتير من الشغلات اللي أنت بتحلم فيها. هذا الشخص جاي على الطريق بالنسبة للعزاب، وعم بتشوفك العزاب عم بتقارن شخصين في بعض أو قرارين في بعض بالنسبة للارتباط، عم بتعد مش للعشرة، عم بتعد للمية قبل هذا الموضوع. عم يكون صعب عليك إنك تتخذ هذا القرار، لكن في شغلة حتبين لك أو تنور لك بصيرتك وتتخذ هذا القرار في، ممكن يكون في الليل، يعني هيك بآخر الليل خلص أنا بدي أخذ قرار، فبتتصل في الطرف الثاني وخلص أنا إما تعبر عن مشاعرك أو تقول له أنا بدي أرتبط خلص. للناس طبعا، عفوا، للناس اللي عم بيستنوا الاستقرار أو بيحلموا فيه، وانت من زمان بتدور على الاستقرار، بدك تستقر، حاسس انه امورك مش عم بتكون مستقرة 100%. بالنسبة للازواج، عم بشوف يعني عم تحتفل مع الزوج، عم تتصافوا اكتر، في شوية مشاكل كانت قديما، لكن عم بيكون الطرف الثاني وكأنه هيك في إيدك أو خاتم في إصبعك، مش عارف، رح تكون متحكم بالأمور ولكن بعواطف أكتر، عم بتجيبها بطريقة كتير يعني حلوة وشفافة للسيطرة على الطرف الآخر، وفي النهاية عم بشوفك بتسيطر عليه رغم المشاكل اللي حكينا عنها قديماً. كنت على أرض مش ثابتة، كنت عم بتحس إنه خلص الطرف الثاني ممكن يفكر بالانفصال، أو ممكن تكون عكسية الطرف اللي هو أنت، لكن في شهر تموز رح تكون الأمور تمام التمام، ورح تحتفلوا مع بعض، أو يمكن ترجعوا الذكريات القديمة الحلوة اللي كانت بيناتكم، الحب عم يتجدد. أنا شايفة للناس المرتبطين لكن مش متزوجين، في نجاح في العلاقة، في نجاح في أمور عم بترتبها لحتى بالأخير يحصل في اللي هي خطوة كبيرة، وكأنك عم بتجهز لنوع من الارتباط الجدي. قبل هيك كنتوا عم بتطلعوا لبعض بغموض، كانت في أسرار، كان في أشخاص عم في، لا، شخص واحد كان عم يدخل، كان بعيد وقرب، وعم بشوفه هلأ بعيد في شهر تموز هذا الشخص، لكن عم يتطلع عليكم، عم إما بيراقبكم أو حاقد. هذا الشخص موجود بالورق،
والمرتبطين اللي مش متزوجين كمان في فرصة قدامهم، ممكن تكون من برج ناري أو برج اللي هو هوائي، ممكن يكون القوس الحمل، هذا الشخص الجديد اللي عم يقرب ولكن عم بيقرب بخطوات بطيئة شوي، لكن هو مستعد، هو مجهز حاله، أموره يعني تمام التمام، ما في عنده اللي هو مشاكل شغلات، لا عم بيكون أموره مرتبة، المشاكل أو التعقيدات اللي كانت في حياته ورا ظهره عم بتبين. خلينا نشوف المنفصلين والمطلقين من برج الثور، صار في طلاقات بالفترة الماضية لبرج الثور أو انفصالات كتير، كان في عندهم انفصال عن أشخاص أو شخص بالأكثر، يعني الفترة الماضية كانت في طاقة البعد مسيطرة. ها في نزاعات كانت موجودة من قبل، في عم بشوف اللي هو مش طرف ثالث ورابع وخامس، وكأنها علاقة مش ثلاثية بس، لا رباعية وخماسية ممكن تكون، وهذا أفضل من لما تكون ثلاثية. أبراج نارية، أبراج ترابية، الطاقة القديمة عندك، كنت لافف ظهرك وخلص مليت، ما في أمل، كنت رافع السلاح يعني، أو بدك تنتقم، بدك اللي هو كان في نزاعات كبيرة بيناتكم أو حرب، كان في مشاكل كتير كبيرة وحتى تدخل فيها أكتر من طرف. بالفترة الجاي عم بيكون صفاء أكتر في الجو، غيوم شوي صفاء شوي، وكأنه عم بيصير في أخذ وعطاء بينك وبين هذا الشخص. عم بحكي للمنفصلين اللي هم الحديثين، إما من أشهر أو من أسابيع، لكن اللي من سنين بتكون الاحتمالات عندهم أخف في الرجوع لشخص قديم، إلا للمطلقين ممكن يكون في اللي هو حكي على أولاد، اتفاق معين، في فلوس بالموضوع، عم بتنحل هاي المشكلة وبتروح لصالحك، يعني عم تكون راضي في النهاية أو قنوع مهما كانت النتيجة، راح تكون مبسوط. آخر إشي بين عندي إنك الطرف الآخر عم بيكون وصل لقوة معينة إنه ياخذ خطوة نحو الأمام، من بعد اللي هو خلاص يعني انتهت الأمور بيناتكم وصار في استحالة إنه ترجعوا، لكن في حنين وشغف من الطرف الآخر من أول ما تركته ولحديت هلا عم يستمر الشغف والحنين. إذا في فرصة للرجوع لبرج الثور، عم بيشوفك قوي كتير ورح يرجع رح يرجع بأمور حلوة أو خبرية حلوة بتخليك خلص بدك تضلك معاه على طول. من بعد كل هالصراعات والهذا كله بترموه ورا ظهركم، وأكنه في كمان قبل الرجوع في عم توصلك مسج منه، أو عم بيكون في تواصل، يعني اللي هو رجوع شوي شوي، مش الرجوع المفاجئ إنه خلاص إحنا رجعنا كذا، لا بشوفك عم وكأنه، أو الطرف الثاني عم بيكون حذر كتير بالخطوات،
راجع، لكن راجع ببطء. ممكن أول شيء تكون بداية العلاقة اللي هي ألو كيفك كذا، بعد أسبوع أو بتتطور شوي، وهذا عبارة عن تخطيط منك أو من الطرف الثاني إنه تبلشوا مرحلة جديدة صافية، وتحاولوا إنه تحلوا المشاكل اللي بيناتكم اللي سببت هذا البعد. هذا أكثر إشي مبين بالنسبة للمنفصلين. خلينا نشوف إذا في نصيحة من الكون أو من الطاقة الكونية لإلكم. لبرج إذن التور، لبرج التور إذن شو النصيحة بالفترة الجاي اللي هي شهر يوليو؟ بحكي لك حارب، حارب كرمال الشغلة اللي بتحبها، ما تضلك قاعد. ما تضلك قاعد واعمل مبادرات. أنا بحكي على جميع الأصعدة، هاي نصيحة على الصعيد الشغل والدراسة والعاطفة. بقول لك ما تضلك قاعد لأنك عم بتضيع فرص. كون بالفترة الجاي متخذ أو صانع قرار. ما تضلك بطاقة اللي هي الحيرة، لا خد امشي، الحظ معك هاي الفترة، فانطلق بالمشاريع أو بالمشروع اللي انت يعني حابه، رح تنتهي بنجاح ولصالحك. فمن بعد ركود عم ببشرك الورق بأنه في كتير نجاحات على الطريق، لكن نجاحات مبنية على قديش انت رح تاخد خطوات، ما رح تجيك هيك من الباب.